انضم إلينا الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. دكتور أبو النور، يعني لدي تساؤل شكلي ربما عن يتعلق بهذا الخبر، وهو هل الاتفاق النووي ما زال قائما لكي يكون أساسا لعقوبات أو معاودة فرض عقوبات من الجانب الأوروبي على إيران؟ مساكم الله بكل خير الدكتور خالد المحترم. منذ خروج ترامب من الاتفاق النووي يوم 8 مايو الماضي تقريبا تم تفريغ الاتفاق من محتواه. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق كان عبارة عن عملية مقايدة ما بين السياسة والاقتصاد. أنا أخذ منك البرنامج النووي وأعطيك بعض المنح الاقتصادية والتحفيزات وكلام من هذا القبيل، وبالتالي فإذا خرجت أمريكا من الاتفاق معنى ذلك خروج المجتمع الدولي بالكامل من الاتفاق، لأن أمريكا هي صاحبة الثواب والعقاب فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران. فتصور وفقا لهذا السؤال، وهو سؤال مهم، أن بالفعل ليس هناك أصلا اتفاق، وليس هناك اتفاقا نوويا منذ 8 مايو الماضي. طيب، يعني إذا معاودة فرض العقوبات هنا بناء على الاتفاق النووي كما يقول الاتحاد الأوروبي، كيف يمكن أن نفهمه؟ هو العقوبات الأوروبية هي عقوبات طفيفة جدا، لأن أصلا معظم الشركات الأوروبية انسحبت من إيران، 137 شركة انسحبت من إيران. الموجود الآن أوروبيا في إيران بعض الوكلاء التجاريين والمصانع الصغيرة جدا جدا والتوكيلات الصغيرة جدا، كما أن أصلا أوروبا عاقبت إيران أكثر من مرة في الأسابيع والأشهر الماضية. ألمانيا حظرت الطيران المدني الإيراني، حظرت شركة مهان إير الإيرانية. لكن ماذا سوف يحدث سياسيا؟ الذي سوف يحدث أن أوروبا سوف تتكتل مع الموقف الأمريكي تجاه إيران، وأن إيران بهذه الخطوة تقول لجون بولتون إنها نجحت، أو إنها يعني تقدم له هدية على طبق مفضل، لأن أصلا خطة جون بولتون كانت تقضي بدفع إيران خارج هذا الاتفاق كما تفعل إيران أو كما ستفعل إيران غدا الأربعاء. طيب أخيرا دكتور أبو النور، كيف يمكن أن نوفق بين هذا الكلام وبين ما قاله جواد ظريف أو إعلان جواد ظريف أن طهران والاتحاد الأوروبي يقتربان من الاتفاق على بيع النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية؟ هذا الكلام كلام دعائي وسمعناه عشرات المرات في خلال العام الماضي. أوروبا لا تمتلك فعليا ولا عمليا أي بديل سياسي أو اقتصادي أو استراتيجي حتى للالتفاف على العقوبات. أوروبا كانت تعطي لإيران فقط مظلة سياسية، لكن أن تقول أوروبا هذه المظلة السياسية باستمرار، هذا معناه أنها تقدم وعود سياسية لكنها لا تعطي في المقابل. وبتحليل الخطاب السياسي والديني لرجال الدين وخطباء الجمعة وحتى المسؤولين الإيرانية على مدى العام الكامل، يتضح أن هناك امتعاضا إيرانيا بلغ المدى من تلك الوعود الأوروبية التي لم تعطي إيران إلا مظلة سياسية تستخدمها فقط في تهدئة الرأي العام الداخلي لا أكثر ولا أقل. الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية أفايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك.